اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد والنهارده زي كل يوم ثلاث بنستناه زيكم بالظبط عشان يكون معانا ومشرفنا دكتور عاصم فرج استاذ الجديه والتجميل اللي هيكلمنا عن خمس منتجات جديده مهمه جدا لازم تكون معانا في شنطه السفر واحنا رايحين المصيف ان شاء الله وكل سنه وانتم طيبين اهلا بيك يا دكتور عاصم اهلا بيك الله يخليك مش عايزه اطول كتير عشان ناخد منك معلومات كتير لا ان انا بسمع لك والله مبسوط جدا يا اهلا بيك يا دكتور منور يا دكتور صوتا واداء وكله يعني انت الوان ايمان وانا زعلان بس مش مشكله <تصفيق> <تصفيق> ده توارد افكار واي و... حاجه على الدكتور بتبقى جميله الحقيقه الله يخليك آه، احنا داخلين على الصيف يا دكتور وعايزين واخده شنطتي معايا فاكر الشنطه بتاعت الصيف اللي فات؟ هنحط ايه في الشنطه دي؟ هنطورها شويه هنطورها مع تغير المناخ بقى آه، عشان آه. الدنيا ان شاء الله يعني آه، اولا انا المره اللي فاتت زعلان لان انا نسيت ابارك للاهلي والله زعلان فمعلش يعني الف دروري. الف مبروك اه لا ضروري تبارك للاهلي لانه انجاز يعني انما اللي عايزين نقول واحنا رايحين الساحل المره دي او الاجازه ودايما بيفتكروني بهزر هتفرق رايح الغردقه ولا الساحل ولا الحته دي ليه؟ آه. من قوه الشمس ودرجه الحراره وانعكاسها صح. ولون الرمله الناس هتستغرب طبعا يقولك يقول في شمس بتدي على اسود وشمس بتدي على احمر صح يعني صح م. كل ما بقت داكنه الرمله انعكاسها اقل آه. انعكاس مرسى مطروح وانت طالعه والساحل ده الابيض ده انعكاسه 100% في فيحرق وانت قاعده في اي حته المهم في الطريق والله اه طبعا آه. فاحنا زي ما بقول كده دايما عايزين نتمتع ويروحوا ويهيصوا و و و يفكروا هينزلوا امتى هياخدوا معاهم ايه وهيحطوا ايه معاهم آه في الشنطه وهم رايحين آه رايحين ازاي بالشنطه دي آه وفيها ايه آه مهمه قوي هيبقى من كل حاجه اتنين علشان لو خلصت انما نمره واحد واتنين هو وتلاته هو فيها لانه لازم كده. كده. تلاقي بنتها صاحبتها اصل جوزها برده يا ياخد حبه هو كمان ولا اديني دهنه المهم هبتدي بالفوتو او اليوسرين فوتو بروتكشن وده هنختاره حن... حسب حسب نوع البشره مم. يعني احنا مسافرين وبشرتنا اويلى بتلمع يبقى ده هنختار حنخت... سائل مم. احنا مم. مسافرين وعندنا الحبتين شباب وكده وبتاع خلي بالنا هناخد الفوم علشان الدنيا ما تلتهبش اكتر مم. احنا مسافرين بقى وعندنا جلد جاف يبقى الجلد الجاف هنا ضروري نعمل ترطيب او ن... فوتو بروتكشن قصدي بكريمات يبقى انا كلهم بقوا بلس 50 ما حدش يفكر انما النوع النوع سائل نوع كريم آه ومحدش يفتكر ان ده مش مهم مهم جدا ليه مهم جدا لان غير كده هيحر ح... ح... يعني ايه هي هيحر ويكلكع ويتضايق وهي تتضايق منه او هو ده ويقوم رميها آه. انما دي حاجه هل الصن سكرين اللي معاه ده فاليد من السنه اللي فاتت ده سؤال الموسم هل ده ينفع بتاع السنه لا اللي انت علمتنا لما الابوه بتتفتح وتعدي عليها سنه خلاص اه, آه, آه, آه لسه ما اتفتحتش آه كان عندها خمس time. عينات آه ولا حاجه ولسه ما اتفتحتش يبقى دي فاليد ما فيهاش حاجه آه اتفتحت اتاخد منها ثلاث شهور وخلاص مم مم اتاخد منها و ودي بقى علشان ما مم. تبقاش تعمل التهابات ويبتدي يقول لك ايه انا عندي احمرار في الوش بالظبط يبقى عندنا جاف عندنا اويلي بحب الشباب ولكن الاهم من كده وكده ورديه يعني البشره ورديه مم. انا اختار لها بقى بتوع الورديه دول ما ينزلوش الصبح آه بلاها الصبح بلاها الظهر هو الأحمر ده هيقلب بتاع روزيشيا؟ اه ده الدنيا هتتبهدل. ايه فلو إيه اخدت صن سكرين تستنى لبعد الظهر، بعد الظهر ده اللي هو بعد واحدة إيه اربعة ونص ده على فكرة الساعة اتأخرت آه يعني نغير كلام السنة اللي فاتت. آه عندها خمسة. مدة طويلة قوي ستة ثلاث ساعات وبتاع والجو حلو والشمس آه مش مش عكس على الوش بتاعت الوردية. الوردية أحسن حاجة لهم إنهم ياخدوا الف ال اليسرين او الفوتوديرم او 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 طيب ناخد ال ولا بلاش الرؤى في أويل قولي لي صح وفي كريم اه طبع. هتستخدم هتستخدم إيه؟ اللي هو الكريم لكن الورديه دي بالذات حاسبه منها مشاكلها لما تبقى من الشمس المهم بلاش كورتيزون كل ده أول أنبوبة في الشنطة مم. يعني كل ده أنا مم. في شنطة اللي هم رايحين واخدين كيس معاهم عشان يتبسطوا خالص 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 يعني إيه بلاش نعم بلاش ال... 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 بل... دي بلاش كورتيزون نعم بلاها كورتيزون دي ما فيهاش ال... كورتيزون اه اه, آه. منما في حاجة اسمها تي سي اي ايه التي سي اي ده البروتوبيك وال... والت... والتكروليمس والحاجات ديت آه التروليماس كمان كل دول آه ممكن ناخدهم ويكونوا معانا لو حصل التهاب مم. ايه التهاب ده بيجي من ايه في حاجة ضروري نحفظها آه تاني أنبوبة دي آه حاجة اسمها بيرفيوم درمطاي العيال بت او البنات يحطوا بيرفيوم آه. ويطلعوا الشمس آه. او يبخوا نبقع نبقى اديني بخة مم. اتنين تلاتة اربعة آه. بخبش كده قال يعني بقى وهي و... لما هتعمل <applause> كده وتطلقت بنسميها إحنا تطلقت يعني هتعمل <applause> أي حاجة اسمها بيرفيوم ديرماي يعني فهتبقى فيها خطوط خطوط آه. خطوط مل... ملونة مم. فنعمل إيه نعمل إيه؟ مفيش داعي خالص 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 للبرفيوم حتى ما فيش داعي للصابونة بتاعة الصبح اللي فيها حاجة زي البرفيوم آه. بلاش كل ده هيبقى يغمى أكتر وده برضه بينطبق على الاضاءه العاليه مثلا زي اللي احنا او الاماكن اللي فيها اضاءات عاليه ده هو اساسا دي يعني مع ده اضاءه وم... عاليه برضه بيعمل مشكله بس هم بره قالوا لي ما تقعدش تعيد الموضوع ده كتير ما تقعدش تعيدها كتير عشان المذيعين بيتضايقوا علشان هياخدوا بالهم يقول قالوا بره قالوا بره كده ما تعمل مهنه برضه يعني ما تعملناش مشاكل قلت لهم طيب حلو ده غيرت رايي المهم شاشه الكمبيوتر بقى فيها سكرين ايوه الـ الـ الموبايل بقى فيه سكرين مم. وعلى فكرة فيه سكرين مضروب وسكرين مش مضروب سكرين بس. واقي برضو يعني واقي 100% ما حدش يستخدمه من غير الواقي زي ما الرملة بتضايقه هو ولما يجي ويقعد ينفخ فيه كده عشان يطلعها لأنها بتلزق برضو الحاجات دي مهمة خدوا آآ. بالكو صن سكرين محجبات الشمس تتكرر نختاره بالشوق. صح ونعيده تاني 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 وهناخد حاجه ضد الالتهابات آه. آه زي هنا دي اللي هي السيكابيو ونزل السيكابيو ده سيكابيو ما نستغناش عنه ده اه ليه بقى لان السيكابيو مستو مستو الكبيره يعني مم. انها بدل لا قدر الله اللي انا قلت عليه ابتدى حرق يمين حرق شمال من البرفيوم ده هنحطه آه. 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 بسرعه سيكابيو سيكالفيت السيكالفيت ما هو مش موجود سيكالفيت آه. دايما انما اللي انا بقوله وده مهم قوي مم. لو رحنا آآ آآ بعض ما عندنيش الحاجات ده يحط الصن سكرين بعد الظهر في صن سكرين بعد الظهر في فوتو بروتكشن بعد الظهر ده اساسا دلوقتي مم. ليه بقى بعد ليه؟ ما خلصنا القعده والشمس لا هي ترتيب؟ هي هي آه. تضيع الالتهاب آه. وتقوم مضيعاه بعد الظهر انما اللي انا عايز اقوله ومهم جدا يبقى انا اخترت السان سكرين الكويس عائليا بقى تقوم واخدين الميلك عشان اوفر يعني أوه. واحده ميلك هات يا ماما هات يا بابا بتاع كده للطقم كله فده كله بس مش انكلودنج الاصحاب لان اليوم كان هتتوفى حتو... يعني مم. فهي الميلك هتنفع وش وبتاع فوتو ديرم يسرين ميلك حاجه هتلاقوا الدنيا احسن كتير بقى كل ايه بقى؟ نعم كل ساعتين نكرر خلينا عمليين، خلينا عمليين، كل ما تحس انها ما بقتش موجودة على بشرة أوه. على فكرة كلهم شطار في الحتة دي، أوه. يعني أول ما تلاقي إن ما بقاش فيه حاجة آه نشرت ممكن أوه. دي تحصل كل ثلاث ساعات، ممكن أربع ساعات حسب البشرة بتمتص وفي حاجة أهم، نزلت المية ولا ما نزلتش المية نزلت المية ودي حتة نزلت الماية دي مهمة مم. نزلت الميه ونوع السان سكرين اللي هي واخداه بتاع اليوسرين ولا 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 فضل محافظ على البلاس 50 السؤال ده صعب يعني فضل برقمه ولا اول ما تضرب ميه ومش عارف ايه وكده يقل يعني. لي يقل لي يقل 50 ده تلاقيه بقى 5 10 هديها لون مم. تقول لي ما انا عايزة لون آه فحن... السؤال اللي بعد كده معلش دوشتكم لأ آه لو هي محتاجه لون آه. تعمل ايه ما تحطش الحاجات اللي هي التاند اويل دي مضره مضره للجلد مضره لحاجات كتيره ما ل... آه 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 حدش طول الوقت حاطين الاول ما حدش يجيب مش عارفه ايه مش آه 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 عايزين نقول اسامي منتجات آه ويقوم حاططها على وشها قال آه آه. ايه عشان تاخد لون حمري آه 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 حركات يعني انت ضد ده خالص ده كارسينوجين بي ده والله انا يعني مش هزار يعني كارسينوجينيك يعني لا قدر الله فما فيش داعي ليها طبعا انا عايزين ناخد لون طبيعي وعايزين ناخد لون ينور مم يعني ايه ينور احلى حاجه في الدنيا ان انا اتباعد مم يعني ايه اتباعد بدل ما اعمل بدل كل ساعتين مختاره كويس خليها طب ثلاث. خليها كل اربعه تبتدي تاخد لون خفيف جدا بدايات الاحمر بقى انا كده كويس خالص وبالليل هعمل ايه هحط الترطيب بس حذاري من البيرفيوم اللي بيتحط ده اللي هو تلاقيهم ايه نزلوا وعملوا هوجه كده وكلها ريحتها حلوه اي حاجه ريحتها حلوه ضروري تعمل لون قانون. الترتيب الترطيب ده للوش بس ولا للجسم؟ الو... الترتيب ده اللي هو ثالث حاجه بقى الترتيب ده آه. و... آه 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 ده للوش والظهر اللي... وللجسم كله اوكي الترطيب اهم الاطفال الصغيرين برضه لا... باعتبار ان بشرتهم ناعمه لسه ده في كيدز للاطفال اسمه كيدز اه الكيدز سكرين ده ح... ح... يمكن اهم من الكبار آه. الصراحه بي... يعني بيبقوا عرضه للالتهابات جلدهم لا لسه نعم حد هتنساه لا يمكن الام مش هتنساه هيفضل الواد يلعب ويلعب يلعب في الرمله اه وتك تك تك اه ويكت كده هيجي محروق هيجي اه يا خراب اسود على شكل الحر حاجه فافيق وبتاع في ناس عرضه للحرق اكتر من من الناس العاديه اه كل طبعا ما بيض 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 يعني فتحت 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 دول بيهب بيقوموا لس... ملسوعين ملسوعين بسرعه ب... ب... ملسوعين من اول يوم اصل اول يوم دايما بيبقى فيه فطر يعني يفطر لكل حاجه <applause> في... البحر وحشنا <applause> يا يعني بقى. بس هن <applause> بتاع وننزل نخلي بالنا برضه لغايه دلوقتي ما طلعش حاجه الجيلي فيش وكده ما طلعش ما تقالش <applause> انما برضه نكون اول ما واحده تصوت في البحر ولا حاجه يبقى على طول دي سهله انتبه والخل آه. في الشنطه اه يا منى آه آه. منى ما شاء الله حافظه اكتر مني حافظه من <applause> <applause> <محضر حضرتك على طول <applause> لا والله آه ان انا اهم حاجه الخل آه اصل المطبخ بيبقى بعيد <applause> لازم معانا في الشنطه ازازه خل صغيره كده في, في الشنطه حتى الخل جوه وميه ميه سهله ميه اللي هم تاب ووتر يعني ميه سهله ونقوم منزلينها عشان بسرعه عشان انديل البحر بسرعة. الماده الكاويه آه نفسها اللي هو بيعملها نعم الماده الكاويه نفسها لازم دي نغسلها كويس بمية ولو حطينا خل ساعات مش نفس الانديل ساعات سموم من الانديل مم. يعني اللي آه. هي الشكشكه آه. اول ما حد يتشكشك وهو في البحر يبقى هو آه. يعني وزن زائرية اه يعني ايه وزن زائرية تك 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 اختار اختار هو فهو بي بي بيمشي مم. اصلون البحر بيبقى صعبه شايبان. شويه يقلون البحر بالظبط اه طيب في مخاطر كتيره جدا ممكن تكون بشرتنا وشعرنا متعرضين ليها في موضوع المصيف ده مم. ضمنها طبعا الشمس واحنا قلنا ان اول حاجه تتحط في شنطتنا واحنا رايحين السان سكرين بالطريقه اللي حضرتك قلت عليها أيوة. كمان احنا بنخاف قوي من الملح وخصوصا لو درجه الملوحه عاليه اللي في البحر وتاثيرها على البشره مم. والشعر والكلور اللي ممكن يكون ساعات في زياده البيس. في البسينه او في البول الس... اه نعمل آه. ايه, إيه, إيه؟ حلو. حلوه جدا السؤال ده، أسئلة جديدة بحبها يعني. فالملح في, في البحر الميت وكده نسبة الملح عالية جدا. مم. يعني البحر الميت ده اللي ينزل فيه هيلاقي آه. ما يعرفش يغرق. لا يمكن يعرف يغرق. أو في سيوة مثلاً. والله ما بهز آه. سيوة يعني درجة الملح عالية. ينزل يطلع ينزل يطلع من, من كتر, كتر الملح. نسبة الملح فيه عالية جدا. فيفضل طالع. إنما في نسبة الملوحة ساعات بتزيد جدا، مم. كل ما الميه تتبخر الملح يزيد، مم. الملح لو اتساب برضه على الجلد يحرقه، يحرقه جامد يعني. طبعا. فأهم حاجة الدش إن إيه وجد آه. قريب ينزل مم. الحاجات دي. نفس المشكلة عندنا في الكلور. تطهير حمامات السباحة مهنة ما هي سهلة أوي. ما هي سهله ليه لان الصبح فيها آه نسبه معينه الكلور بالصيان, بالصيان اللي فيه ده وواحد جنبه انما هو الصبح فيه جهاز كده وانا دايما اقول للامهات ما تكس فيش يا مدام وانتي في في النادي ما ده الراجل اللي مسؤول الدي آه بتاع مقياس قد كده ضروري يوصل للنص اعملي كده في الميه وطلعيه ضروري يوصل للنص ما طيب آه. لقيتي بعد ده بعد ساعتين المقياس ده هيتغير آه. نيجي بقى مين اكتر ناس تتعب منهم يو. الاطفال بتوع اللي عندهم اكزيما تاتبيه آه. أيوة. جلدهم يولع تلاقي الولد ماشي يعيط 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 يعني الصبح عمره ما هيتضايق بعد شويه عمره ما هيتضايق ثلاث ساعات الميه تتبخر نسبه الكلور يعلى قوي 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 فهنعمل ايه ساعتها برضو اوعى ننسى تقومي هي مامته شاطره يعني تقوم واخداها تحت الدش بسرعه قوي وحاطه سكابيو بسرعه على الجسم كله فالدنيا تهدى طب لو هنجدد السان سكرين يا دكتور نشطف وشنا من الملح او من الكلور الاول بعدين نجدده اه طبعا اصل في ناس بت... بتحط طبقه ورا طبقه طبعا يعني هيعمل حمو النيل آه يعني هيعمل في حاجه اسمها الساند ديرماتايتس أيوه. يعني ايه ساند ديرماتايتس الرمله اللي دي الصغننه احسن حاجه تطلقت على الوش وعلى الجسم بتلزق بتلزق والم... ده مين ده انا ما احبش انزل ميه بسبب لان على بال ما تطلع ييي حليني بقى وتلاقيها بعد اربع ايام موجوده يعني ما بتتشبش عشره بالضبط. تفضل يعني مع عشره كده انما انما دي بقى ضروري تتمسح كويس قوي لانها لو بعد شويه فضلت بتعمل نقط حمراء كتير قوي 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 وبتعمل ساند درماتايتس حتى من اسمها مم. طب لو حصل نعمل ايه بقى العلاج ده؟ ضروري مش بحب الكورتيزون برضو زي ما بقول آه. نحط السيكابيو ده او السيكالفيت وكده اما انما المشكله الكبرى بعد ده كله أوه لو في لون جه لون غامق مش مم مش مراد بقى نفتح نفتح آه بس لو خط خط ده اللي احنا بنسميها بي اي اتش يعني التهابات 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 من البيرفيوم التهابات من عدم تغطيه صح ما اعرفش طبعا أنا كل واحد حر انما انا ما بحبش النزول الصبحيات ديت ولا الظهر ولا يا الصبح بدري قوي من 6 الصبح 7 الصبح يعني, يعني بيبقوا نايمين ده بيكسوا ينزلوا بدري يقول لك ما كنتش سهرانه مم يعني مم انا مم يعني مش على الموضه دي عيبه قال يعني عيبه يعني انما احسن حاجه اللي هي بعد الظهر لانها بعد الظهر آه آه الشمس اتكسرت الجو احسن واللي اهم من كده وكده عمرها ما هتكتسب لون <applause> عمرها ما هتكتسب لون مش حرق يعني يبقى لون لطيف آه لان البرن ده ده ساعات بيوصل لدرجه واحد واتنين حرق وده عايزين نعمل له اللي هي حاجات الحرق دي نقوم دهنين على طول شاش فازلين وحاجات زي كده آه الجرح الجرح في الساحل لا قدر الله يعني هقول لكم اسبابه انما اسبابه عبيطه شويه الجرح الجرح ده بيفضل فاتح Yeah. اه اه yeah. ميه جرح بيفضلوا فاتحين فضروري oh. في بلاستر دلوقتي بتباع في اي صيدليه وانا قلت لكم نعقم الاول ونقفل آه، نعقم نعقم كويس قوي ونقوم كده هيلزق علشان ما تتكونش ندبه لسه بقيت الشنطه والشعر آه، بقى عشان الوقت خلص كتير فاضل اقل من دقيقه لا ايه يعني خلاص الشعر اهو oh. oh. الاهم حاجه برضو الشعر في الـ الـ الحاجات النيفوجين دي آه انيفوجين ديت مش بالشامبو بتاعها والانيفوجين نيوتري سرا والبروتيكشن والبروتكشن يورياج عامله بروتكشن باريسان ده للشعر وللوش مم. اه بنستعمله ده احسن حاجه الاثنين في واحد ديت عشان الشعر بس ما يبتديش ينشف اكتر آه، اليورياج اليورياج آه. و وبقول لك كذا واحد بنزلها وبرده في ما شاء الله الشنطه حلوة ولا لا المرة هنكملها, لا هنكملها هن... الاخبار الحلوه هنقولها المره الجايه عشان الناس يستنوا يشوفونا في الفقره الجايه ان شاء جاي. الله ان شاء الله <applause> وفي اخبار حلوه الكريمات دي مش هتاخد نص ثانيه في يعني حاجات نازله رخيصه ودي الناس هتتبسط مني قوي فيها قوي رخيصه جدا وبعد العيد نتكلم بقى على العرايس اللي هيسمروا عندهم افراح وهيتسمروا وفي حاجه زي مهمه زياده على اللزوم البروم <تصفيق> <تصفيق> آه آه بس ده قصه وحدوته ايه بقى بعد التخرج اه حفله التخرج آه. بتاعه البنات اليومين دول هو الموسم بتاعها بالظبط يا بالزبط. من اول الفستان هنقول لهم بقى يعملوا ايه وهما راجعين أيوة. عشان ما يلتهبوش نشكرك يا دكتور عاصم شكرا دكتور سنة عاصم سنة وانت طيب نورتنا وكل سنه وانت طيب خطوة عزيزه وهنروح للفقره اللي جايه احنا هنختص كده في نفسيه الناس عشان نعرف احنا ايه سبب المشكله ما بين الست والراجل ضيفنا هيكون دكتور محمد المهدي هيقول لنا ايه موضوع النديه اللي عامل قلق ما بين الطرفين مش ده النسيان والنوم طيب وهنساله برضو في اخر الفقره عن الندية بتكون طالعه منين يعني سببها ايه بعد الفصل